السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد. قضية النهاردة من بلدة ماتشينج من مقاطعة فيرجن بامريكا، لبنت اسمها ريبيكا اتولدت سنة 1995 في 28 يناير. والدتها ووالدها انفصلوا عن بعض لما كانت طفلة، وعاشت مع مامتها سونيا واختها الاصغر منها واسمها جيسيكا واخوها الصغير اسمه جاك. ريبيكا كانت مرحة ولطيفة وكانت محبوبة من كل الناس سواء أصدقائها أو حتى الجيران، وكانت علاقة ريبيكا بوالدتها علاقة قوية جدا، مع أن والدتها منفصلة لكن كانت دايما على طول في صفها. وفي اللحظة دي اتعرفت ريبيكا في المدرسة على صديق جديد اسمه جوشوا، كان طالب مميز ومحبوب من كل المدرسة، وده فترة بسيطة ريبيكا اتقربت منه وبقوا أصدقاء. لكن في فترة بسيطة اتحولت الصداقة لعلاقة حب قوية جدا، وكانت عائلة جوشوا وعائلة ريبيكا متحابين جدا وكانوا جيران، لدرجة ان مامة ريبيكا كانت بتثق في جوشوا ثقة عمياء، بس للأسف ما كانتش تعرف عنه الوش التاني. وفي سنة 2010 طلعت ريبيكا مع جوشوا مشوار، وده كان مشوار طبيعي جدا، وهي كانت خارجة وهي سعيدة ومفيش اي مظاهر للزعل أو للخلاف. لكن لما وصلت ريبيكا البيت وصل لها من جوشوا رسالة غريبة جدا. الرسالة دي مكتوب فيها إنهم لازم يسيبوا بعض والعلاقة دي لازم تنتهي للأبد. طبعا ريبيكا انصدمت من رسالة جوشوا، لكن هو هدفه في الأول إن هو يصدمها لأن شخصيته نرجسية وكان عايز يطلعها فوق في السماء ويرميها على الأرض تاني. أصحاب جوشوا كانوا دايما بيشتكوا منه في المدرسة وعارفين إن هو مريض بالنرجسية ومش عارف يتخلص من الشخصية دي أبدا، وهي كانت بتعاني منه كتير جدا وكانت بتحاول إن هي تصلح في شخصيته لكن بدون فايدة. لكن ريبيكا بعد كده عملته معاملة ما كانش متخيلها، تجاهلته تماما وما بقتش تسأل فيه، لدرجة إنها اتعرفت على صديق جديد. بس يا ترى جوشوا هيسيب ريبيكا في حالها؟ ومن بعد الموقف ده جوشوا فضل يوسوس لأصحابه في المدرسة إن ريبيكا إنسانة سيئة جدا وكان بيطلع عليها إشاعات بالكذب، ومش كده وبس، ده نجح إنه يخلي كل زمايله يكرهوها ويعاملوها بطريقة سيئة جدا. كان بيتعمد إنه يشوه صورتها وسمعتها، وده كان صعب جدا على ريبيكا بالذات إنها بنت صغيرة وعمرها 15 سنة، وهي كانت دايما بتخبي على مامتها تصرفاته عشان ما تزعلش. لكن ريبيكا اتفاجئت بجوشوا عايز يكلمها، واداها ميعاد بعد المشكلة اللي حصلت دي بتسع شهور. فهي كأي بنت صغيرة في عمر المراهقة مسكينة نسيت كل شيء، لدرجة انها راحت اشترت فستان جديد عشان تقابله بيه. وفي سنة 23 اكتوبر 2011 كانوا متفقين ان هما يتقابلوا عند محطة القطر، ولما وصلت اتصل بيها وقال لها انا اتلخبطت في العنوان، روحي مكان تاني. وفعلا راحت المكان تاني، اجي لي المرة التانية. اتفاجئت مفاجأة غير عادية وقال لها للمرة التالتة جوشوا ان في مكان تالت هتروحيه، انا اسف اصل انا نسيت العنوان. فكانت مستغربة جدا جدا من تصرفاته، هي يعني هو بيعمل كده معها ليه، بالذات ان هي كانت سعيدة جدا بالمشوار ده. لكن ريبيكا اتصلت بوالدتها وعرفتها كل اللي حصل في المكالمة وهي رايحة، وقالت لوالدتها انا خلاص يا ماما لقيت جوشوا انا شايفاه في الغابة على بعد بسيطة. الشيء البشع في القضية دي ان الام كانت موجودة مع بنتها على المكالمة وسمعت كل حاجة في الاول، فهو كان انسان عادي جدا وكان بيتكلم بطريقة طبيعية، لكن بعد شوية اتحول لوحش آدمي. حاول يخنقها ولما قومته بشدة جاب صخرة كبيرة وضربها على رأسها كذا مرة لحد ما ماتت ريبيكا، وأنهى حياتها المسكينة في لحظة مش هينفع فيها الندم أبدا. وانتوا بتسألوا معايا هو عمل كده ليه؟ لكن هنرجع بالقصة لورا لما كانت ريبيكا بتحبه جدا وكانت بتقاوم تصرفاته النرجسية المريضة. بعدها اتحولت كل مشاعر الحب بطريقة عكسية تماما، وأصبح كرهه ليها غير طبيعي وحقد خالص،
فكر إن هو يسمها أو يغرقها، وكانت دايماً الفكرة اللي مأثرة عليه إنه يقتل ريبيكا إزاي. ولما كان بيقعد مع زمايله في خلال 9 شهور اللي قبل ما يقابلها، كان دايماً بيتكلم إنه عايز يتخلص منها أو إنه عايز يقتلها. فواحد قال له من زمايله: لو قتلتها هعزمك على الفطار. ومن كتر ما مله من كلامه عن ريبيكا، وفي يوم من الأيام جوشوا بعت رسالة على الفيسبوك لصديقه وقال له: أنا قتلت ريبيكا. قال له: أكيد أنت بتهزر، لو قتلتها هعزمك على الفطار. فاكر إنه فعلا بيهزر، قال له: تعالى وأنا أوريك. فهو راح معاه ووراه فعلا مسرح الجريمة وشاف منظر بشع. لكن صاحبه راح بلغ والده اللي قال له: أنت لازم تروح حالا تتصل بالشرطة وتقول لهم على اللي حصل. وخلال فترة بسيطة جدا اتقبض على جوشوا. لكن كان في مفاجأة غير عادية، إنه اتهم صديقه إنه هو المتهم الأول في قتل ريبيكا، لكن مفيش حد من أصحابه شهد معاه. وفي خلال فترة بسيطة جدا اتقبض على جوشوا اللي كان مصر إن صاحبه هو اللي قتل ريبيكا، لكن كل الأدلة كانت ضده. الدليل الأول رسالة الفيسبوك لما جوشوا كان بيكلم صاحبه بيقول له: أنا لو قتلتها أنت هتعزمني على الفطار، وكان صاحبه بيكلمه عادي جدا وفاكره بيهزر. والدليل الثاني ان اصدقائه شهدوا ضده، ده غير مكالمة الام اللي كانت مع ريبيكا لاخر لحظة وهي بتكلمه في الغابة، ولما غير الميعاد 3 مرات. واتضح ان هو كان يقصد بتغيير الميعاد ده 3 مرات انه يبعد عن كاميرات المراقبة. جوشوا لاخر لحظة في المحاكمة كان مصر بانه بريء، لكن يوم 20 يونيو 2011 ابتدت محاكمته، وكان فعلا لابس لبس شيك جدا وبيضحك طول الوقت، ولا حس ان هو عمل اي شيء، وكان واثق ان هيطلع براءة. لكن اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع امكانية الافراج المشروط بعد 14 سنة، والحكم ده زعل اهل ريبيكا جدا. لكن بعد 14 سنة وفي سنة 2021 تحديدا، اعترف جوشوا من نفسه كده لواحد ضابط بانه قتل ريبيكا، وحاول انه يستأنف عشان يطلع براءة من السجن، لكن اترفض طلبه ده تماما، والمحكمة قالت ان الشخص ده غير مؤهل للخروج من السجن مدى الحياة. كده قصتنا انتهت. يا رب تحبوا قناتي وتشتركوا فيها. لا تنسوا ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.